عندما تنظر إلى السيدة هيدال بشارات فراج من مدينة الناصرة، لا يمكن أن تتخيل أنها كانت مصابة بفيروس كورونا. لا بل وهي نفسها لم تصدق ذلك رغم علامات المرض، حتى أتتها الإجابة كالصاعقة بأنها مصابة بالكورونا بعد خضوعها للفحص الطبي يوم أحد الشعنين لتبدأ أسبوع ألامها. أكيد في غلط، حكوا معي وقالوا لي انت هيدال رقم هوية، هيدال بشارات فراج، انت مريضة كورونا واحنا اتصلنا لك عشان نعطيك الخبر. بوم، كان جدا صعب، ما توقعتش. مع ذلك لم تفقد هيدال رشدها وصوابها بفضل ايمانها الراسخ الذي اظهر ثباتها عند الشدائد. انا عائلتي جدا مؤمنة، وتربيت من أنا صغيرة على الإيمان والصلاة، ونروح كل يوم أحد على الصلاة ونآمن إنه ربنا بساعدنا بكل إشي، وإنه إحنا لازم نحكم عقلنا بكل إشي، بس هو معانا بكل طريق. إلى جانب إيمانيا، واجهت هيدال مرضها بالإذعان إلى أوامر الأطباء، وتؤكد أهمية تطبيق تعليماتهم بحذافيرها، فانعزلت عن زوجها وأطفالها. احنا شرحنا لهم انه الكورونا موجود بداخلي، بس احنا بدناش يطلع لبرا، فلازم يضل عند الماما. عشان يضل الكورونا عند الماما، انتوا تقربوش على الماما، تلعبوش مع الماما، تعبطوش الماما، خليكم مع البابا. في غرفة الحجر الصحي عكفت على القراءة والاتصال بالعالم الخارجي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كتاب المقدس بالأزمنة لزمن الأعياد، قريت فيه كتير، كل يوم بيوم وكنت تعمقت بكتير شغلات ما كنتش من قبل أفهمها أو أعرفها، رجعت نفسي كتير، عرفت سلم أولوياتي، قريت روايات كتيرة، حضرت أفلام كمان، صليت كتير، وإذا ما كنتش أقدر أصلي وبحاجة لحدا يصلي لي كنت أطلب من الولاد روح ماما حد الشمعة صلوا لي. لم تقتصر الصلاة وإضاءة الشموع على الأطفال فحسب، بل وعلى جميع أفراد العائلة. دار عمي كانوا يبخروا العمارة هاي كل يوم، كل يوم تشم الريحة بكل الحارة، يعني كل يوم، ويحطوا الصلوات بالأساس إنه أنا الحجر الصحي كان بأسبوع الألام، فكل يوم مرت عمي تضوي الراديو على الصلاة بصوت عالي تبخر البيت، وكأنه إحنا هون كلياتنا عايشين إسا بكنيسة. بعطي جداً راحة نفسانية، راحة داخلية من جوا إنه أنا مش لحالي. وعن نظرة المجتمع العربي إلى الإصابة بفيروس كورونا واعتبارها عاراً، تقول السيدة هيدال: بعد ما أنا جربته الكورونا زي أي فيروس عادي، مش لازم نخاف منه، بالعكس إن أجا وتحدي إلنا إنه نتعافى منه وما نعديش ولا حدا حوالينا. الإيمان بالله والمحبة بين هيدال وزوجها الوفي هي الشمعة التي تضيء طريقهما في الحياة. كان عندي طلب من ربنا إنه يخفف عني، أبعد عني هذه الكأس يا رب، لكن لا مشيئتي بل مشيئتك. إذا إحنا في إيدين وبنعمة ربنا وحضوره في البيت، فمن إيش أخاف؟ إن تعامل هذه الأسرة المؤمنة مع حالة الإصابة بفيروس كورونا من خلال الانصياع إلى تعليمات الأطباء وبالإيمان الذي منحها الثقة والهدوء والسكينة، كان شهادة تنقلها كاهن الرعية خلال عظته في الكنيسة. بنت من بناتنا في الرعية للأسف مرضت بمرض الكورونا، وأنا كنت عارف وكنت أصلي لها بيني وبين نفسي، والحمد لله نشكر الله نالت الشفاء. فكنت أتحدث معها على التليفون قبل امبارح بالضبط، وفاجأتني بكلام جميل، اتعاملت في الموضوع بالعقل والإيمان معا. وما أن تعافت السيدة هيدال وبرئت من فيروس كورونا، حتى صادف هذه الفترة عيد زواجها، لتصبح الفرحة فرحتين والعيد عيدين. نطينا ورقصنا وانبسطنا، يعني ضلتنا عبطهم كل الوقت للولاد وهن بحضني، نلعب مع بعض، نوكل مع بعض، لأنه إحنا كتير مبسوطين إنه الكورونا راح من البيت.